استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير كبار المشاركين في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني في دورته الأولى التي تستضيفها المملكة. ورحب صاحب الجلالة بالجميع معربا عن شكره وتقديره على حضورهم ومشاركتهم في هذا الملتقى العالمي الهام والتوصل إلى نتائج تسهم في تعزيز التسامح والتعايش وتحقيق أهداف الملتقى المنشودة والاطلاع على تجربة البحرين الرائدة ونموذجها المتميز في التآخي والتعايش الإنساني والتسامح بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات في مجتمع ينعم بالمحبة والأخوة والسلام والطمأنينة. وأكد جلالته حفظه الله أن مملكة البحرين ستظل منارة للتسامح والاعتدال والتعايش تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها وما يتميز به أهل البحرين منذ القدم من انفتاح ووسطية وترحيب بالجميع، متمنيا جلالته لجميع المشاركين دوام التوفيق وطيب الإقامة في مملكة البحرين. ومن جانبهم أعرب كبار المشاركين عن شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى استضافة المملكة لملتقى البحرين للحوار، مثمنين الدور المحوري للمملكة بقيادة جلالته في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي.